دابا راكم تشوفوا هذا الحاله الكارثيه ديال هذا يخرمجون هذه الساحه ديال يخرمجون الحفاري هذا سميتو. كنت نشوفوا هاد الزناقي هادو كي دايرين كنت دسو من هنا راه ما كاينش بنادم فين يدوس. وحنا راه درنا عده شكايات ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله توعدونا ولكن كبرقي سحابات الا تمطر. عندنا المشكل ديال هاد الساكنه هذه ديال يخرمجون صحاب تي تاكسي ما يمكنش باش يدخلوا لهنا. تتقول لهم راه السيده مريضه ولا هذا تيقول لك راه ما يمكنش الا تخرجوا لينا لتحت للشانطي ولا واش السيده مريضه كي غادي دير لها باش خوها باش غادي تمشي لهذا سميتو. هادشي راه عيب وعار وبزاف بالنسبه ماشي الحفار. انتم تشوفوا الحفار بالنسبه للقوات بالنسبه للبلديه عطات المشروع ديال القوات للمكتب الوطني للصالح الشرب والقوات كاع ما كاينينش وحنا تنخلصوا هذا وما شفتوا فاش طاحت ثاني الشتاء الناس دخلوا عليهم دخلت عليهم سميتو دخل عليهم المال ديورهم. الناس هنا في هذه الحماره تعانيو وتعانيو بزاف ومن المشاكل هذا كما قلت لك واش الانسان لا مريض ولا الانسان الا السلعه الناس هذا الكاميونات ديال السلعه ما تيبغوش يدخلوا لهنا تيقول لك راه ما عندنا فين غادي ندوزو. هذا راه مشكل مشكل ومشكل كبير وشحال جرينا وشحال درنا الشكايات ولكن لا اله الا الله يهديهم. هادشي اللي غادي نقولوا. السلام عليكم انا من ساكنة ميدلت بالضبط من حي يخرمجو واحد الطريق ديال سميتو محفره بزاف. انا بالاضافه لداكشي سائق ديال الطاكسي ما كنبغيش ندوز لها كندوز كاع واحد الطريق بعيده باش نقدر نوصل للناس. علاش؟ لانني انا ولد الحومه وما كاين نحشم الناس ديال الحومه وكنتضروا بزاف. كاين الشتاء كان كيكون عاود الغيس وهذاك زائد على الضو ما كاينش في هذه الحومه هذه. كندوز انا والبنات ديالي كنمشي للمدرسه ديال المسيره ما كنلقى كاع منين نقدرش نخلي بناتي يمشيو بوحدهم كنضطر نمشي انا ولا السيده ديالي. وشكرا وكنتمنى الناس اللي كي المسؤولين يسمعوا بهذا النداء هذا ديال الحومه ديال خرمجيو. ضروري الطريق خايبه ما مزياناش لا بنا لا هكا لا لفوق لا لتحت لا تجي تقول مول الطاكسي يخرمجي وانت يقول لك كاش مبلصه الساحه تيقول لك لا ما نديكش ما نديكش نيت واخا تكون راكب تيقول لك هبط تيهبطني هبطني ثلاثه المرات تيهبطني في الطريق. ولا ما هادشي ماشي معقول. كل بلاصه عندها حقها كل بلاصه عطوها حقها. تصاوبوا شوي هنا تصاوبوا شوي في الدم وتصاوبوا شوي في اي بلاصه. وثانيا الطريق راه طريق النيل قادوس راه هاد الزنقه هادي المره فاش طاحت هاد الرعده دخل مع الديور الفراش ديالهم جلس برا يومين ولا ثلاثه. جاوا البلديه جاوا صحاب الماء جاوا دار دخلوا لهم للديور. كاينين الناس اللي ما قدروش ينوضوا الراجل دار العمليه على القلب الهزان اللي هزينو في الكشه باش يخرجوه من وسط الماء يمكن يعني عيب. المراه ما كانتش كانت خدامه حيت جات لقات دارها عامره بالماء حتى هذا راه يمكن ماشي معقول. يصاوبوا الله يهديهم الله يعاونهم الله يستر عليهم ماشي شمش باش يغطيو كل شيء ولكن بغيناهم يصاوبوا لنا حتى حنا من جميع بحالنا بحال المواطنين. صاوبوا لنا شويه غير الطريق ما قلنا لهم عطيونا والو صاوبوا لنا غير الطريق ديال التاكسيات يبداو يدخلوا ويخرجوا. ايوا حنا مكرفسين في هذه الزنقه هذه الزنقه كلها مكرفسه وحنا الاكثريه مكرفسين. الشتا كطيح كتجي من ديك الزنقه كيتلم الماء هنايا وكيدخل لنا للدار. وانت شتي الحيوط راهم على قد الحال ما لا اله الا الله والحاله راه على قد الحال الله يرحم الوالدين. ايوا الله يعاونكم ونطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا هذا الشيء ويصابوا هذا الشيء الله يرحم الوالدين. كم حنا من السكان ديال خرمجيون خصوصا الزنقه ديال الخطيب هنايا ما كيبغوش يجيونا صحاب الطاكسيات شحال من مره كنهضر معاهم ما كيبغوش كثر اكثريه باش كنضرورين بزاف فاش كطيح الشتا. الشتا ما كيلقى منين ندوز هنايا كثر لنا كيكون الغيوصات كيكون الطيوناس كيكون كلشي هنا في هذا القمت. وزنقي بحال انت شتو ما كيبينو ما كيدوزو والو. خصنا نشوفو شحال المسؤولين ديال البلديه يشوفو يديرو لنا بعدا البوطون يديرو لنا يوسعو لنا الزنقي يشوفو واش داكشي اللي صاب كثر القصب ديال هذا القمت هنا فيها القصب كيكونوا دوك الناس اللي كيكونوا تما كيكون بالليل كيكونوا كلشي كيكونوا مخلوع الناس حتى الدراري اللي كيكون دايزين في الصغار ما كيلقاو كيديروا لا العيالات لا الصغار لا والو.
واش اللي كنطلبوا من الجهه ديال البلديه؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.